التأهيل سواء بالإجمال من بأيدي وطنية بالخبرات المحلية عدا التجهيزات الممكن تتوفر في البلد، تم استيرادة من شركات متخصصة في العالم، الأعمال المعدنية، أعمال الكهرباء، أعمال البرمجة، كله تم محليا شركات من قبل شركتنا وشركات محلية أخرى. صومات جماضي هي أول صومعة بنيت في سوريا، كانت نقلة نوعية في مجال الحبوب. نتيجة الأزمة اللي صارت بسوريا ضررت كتير الصومعة، فشركة يمهات أخذت على عاتقها إعادة تأهيلها، رغم أنه العقد مدة شهرين، بس شركة يمهات أخذت على عاتقها خلال 25 يوم تأمنها وتجهزها وتعيد ترميمها مشان ندخلها على الموسم.